نفتخر دائما بهذه الرياضة، متمنين لها التفوق إن شاء الله والمزيد من الرقي في ظل دعم سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وكذلك بدعم واهتمام سيدي سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد الأمين الذي يولي لهذه الرياضة أهمية خاصة. مشاهدينا الكرام، الشوط القادم هو الشوط الخامس خاص بالحيل، والكلمة والميكروفون تنتقل إلى الزميل نايف بن سعود البلوي ليتواصل معكم بالتعليق على منافسات هذا التحدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، شكرا لكل الزملاء سعد العتيبي وحمد محمد الزعبي على هذا التواصل الجميل من خلال الوصف والتعليق على مجريات الأشواط الماضية. أشواطنا تتواصل في الفترة الصباحية لهذا اليوم، وتنطلق هذه الأسماء وهذه الشعارات المتواجدة والتي تزين أرضية هذا الميدان ما زالت تتواصل، والأعداد الكبيرة تنطلق أيضا في هذا الشوط بحثا عن إنجاز في هذا الميدان، ميدان التحدي، الفوز في هذا الميدان إنجاز لكل مضمر يبحث عن الإنجازات والطموحات التي لا زالت تتواصل هنا على أرضية هذا الميدان. انطلاقة شوط الحيل، والرقص مع الكبار دائما ممتع. المسافة هي 6 كيلومترات، ونرى ونتابع هنالك مقدمة للشوط، هنالك مشاهدين الأعزاء من تسيطر على المركز الأول، هنالك إضبية مشاهدين الأعزاء تنطلق في المركز الأول، تعود ملكية إضبية للسيد محمد بن ناصر بن دلموك تتواجد على المركز الأول، ويتواجد شعار بن دلموك مع المركز الأول ومع إضبية. نقلتنا مشاهدينا الأعزاء إلى المركز الثاني، المركز الثاني هنالك الإجمالية، الإجمالية على المركز الثاني للسيد حمد بن عمير بن عفيش الشهواني، يتواجد مع الإجمالية في المركز الثاني للسيد حمد بن عمير بن عفيش الشهواني في المركز الثاني. نقلتنا إلى المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء هنالك بنت صوغان على المركز الثالث للسيد عتيق بن سعد آل مفتاح في المركز الثالث. الآن في المركز الثالث بنت صوغان للسيد عتيق بن سعد المفتاح في ثالث المراكز. نقلتنا إلى المركز الرابع، المركز الرابع هنالك أحكام على المركز الرابع، تعود ملكية أحكام للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين في رابع المراكز. ونقلتنا إلى المركز الخامس، المركز الخامس هنالك نوف على المركز الخامس للسيد نايف بن هزاع بن تريحي بالشهواني في خامس المراكز. هذه هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ونعود وإياكم إلى مقدمة الشوط وهنالك إلى الصدارة وإلى صاحبة المركز الأول في هذه اللحظات. هنالك من تسيطر على المركز الأول وهنالك إضبية مشاهدينا الأعزاء ما زالت تنطلق بهذا الانطلاق الجميل وهذا الانطلاق المتميز. إضبية على الصدارة للسيد محمد بن ناصر بن دلموك، ما زالت مشاهدينا الأعزاء في المركز الأول، وما زال هذا الشوط هادئا حتى هذه اللحظة، وإضبية تسير بخطى ثابتة إلى ناموس هذا الشوط. إضبية وهي تحمل لنا شعار بن دلموك محمد بن ناصر الذي يرافق إضبية هنا على أرضية هذا الميدان، ويساير إضبية وهي تسير بهذا الطريق الصحيح. النقلة إلى ثاني المراكز، المركز الثاني الإجمالية مشاهدينا الأعزاء، تعود ملكية الإجمالية للسيد حمد بن عمير بن عفيش الشهواني الذي هو أيضا بدوره يرافق الإجمالية في ثاني المراكز ويبحث عن الناموس، والناموس بانتظار المركز الأول. نقلتنا إلى المركز الثالث، المركز الثالث أحكام مشاهدينا الأعزاء تصل في هذه اللحظات في المركز الثالث
قادمة بكل قوة، أحكام وأحكام قاسية حتى هذه اللحظة، من أحكام تعود ملكية أحكام للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين في ثالث المراكز، النقل إلى المركز الرابع. المركز الرابع مشاهدين الأعزاء نوف، نوف ودائما الخوف يكون من نوف، نوف تشارك في هذا الشوط، نوف على المركز الثالث، على المركز الرابع نوف للسيد نايف بن هزاع بن ريحي بالشهواني في المركز الرابع. نقلتنا إلى المركز الخامس، أوصلت في هذه اللحظات العاصمة، العاصمة قادمة في المركز الخامس، وشعار البرنس يصل في هذه اللحظات مع العاصمة للسيد جار الله بن محمد بن عقيل على خامس المراكز. أعود وإياكم مشاهدينا متابعينا الأعزاء إلى مقدمة الشوط وإلى صاحبة المركز الأول وإلى ظبية، ظبية اللي ما زالت على المركز الأول. الله يا ظبية، يا سلام على ظبية وعلى هذا الأداء الجميل والشعار المتميز اللي تقدمه لنا ظبية هنا على أرضية هذا الميدان، وهذا التحدي الكبير وهذا التحدي الواضح أمامكم اللي بتقدمه لنا ظبية وتندفع عن كل المشاركات. يا سلام يا سلام يا ظبية، وهي تحمل لنا شعار السيد محمد بن ناصر بن دلموك، ولكن أرى وأتابع ودير بالك يا بن دلموك، هنالك الخطورة قادمة مع المركز الثاني ومع أحكام، أحكام مشاهدينا الأعزاء، وما هي أحكامك يا أبو محمد في هذا الشوط؟ أحكام على المركز الثاني، وسعيد بن محمد بن زايد الخيارين يدفع لنا بأحكام في هذا الشوط. أيضا هنالك المركز الثالث، هنالك نوف، نوف اسمها من ثلاث حروف، يا سلام على نوف، نوف قادمة بكل قوة. الله ونايف بن هزاع بن تريحي بالشهواني الذي نرحب به هنا مع المراكز الأولى، نوف تنطلق في المركز الثالث، بينما هنالك المركز الرابع، المركز الرابع الإجمالية قادمة بكل قوة. في المركز الرابع تعود الملكية للسيد حمد بن عمير بن عبيشه الشهواني، للسيد حمد بن عمير بن عفيس الشواني في المركز الرابع. نقلتنا إلى المركز الخامس، وهنالك خامس المراكز مشاهدين الأعزاء، المتحدة للسيد زايد بن محمد بن زايد الخيارين في المركز الخامس ومع المتحدة. هذه هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ونعود وإياكم إلى المركز الأول إلى مقدمة الشوط، ومن تقود الصدارة هنالك ظبية، هي من انطلقت من أول الانطلاق وحتى هذه اللحظة وهي تسيطر على مجريات هذا الشوط، ولكن هنالك سمي لديه رأي آخر. الله يا نايف يا بن هزاع يا بن تريحي بالشهواني، لديه رأي آخر ولديه خطورة قادمة هنالك مع نوف، نوف والخوف من نوف والكل خايف من نايف، يا سلام على هالشوط. ولكن بن دلموك، بن دلموك ما هو راضي، ما هو راضي على هذا الكلام، هو مسيطر حتى هذه اللحظة ومتحكم بزمام الأمور، ولكن هنالك أبو محمد لديه مجموعة من الأحكام، لديه مجموعة من الأحكام مع أحكام للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الكيلو الأخير والكيلو الخطير، ومن لديه حكم فليعلن عن الأحكام في هذا الكيلو. ولكن نوف، نوف نوف تنطلق، نوف مشاهدينا الأعزاء، نوف الجميلة، نوف المتميزة، نوف تنطلق مع نايف بن هزاع بن تريحي بالشهواني. الله يا الشهواني يحاول أن يحقق الأماني بانتزاع الفوز وانتزاع الناموس، ولكن شوفوا من عادت، إنها ظبية عادت من جديد، ظبية مسيطرة فانسلبت حقوق المنهوبة وهي عائدة بكل قوة. الله الله الله، زعلت ظبية يا جماعة، زعلت ظبية، وها هي ظبية تعود من جديد وتنطلق إلى المركز الأول. يا سلام على ظبية، ظبية للسيد محمد بن ناصر بن دلموك تنطلق وتخطف الصدارة، ولكن نوف، نوف ما زال الخوف منها، نوف تعود مشاهدينا الأعزاء على المركز الثاني للسيد نايف
بن هزاع بن تريحي بن الشواني، ولكن بن دلموك، بن دلموك ما زال مسيطر على المركز الاول. الله يا ضبية، ضبية ونوف، وهنالك المركز الثالث جماله للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، تصل في هذه اللحظات ولكن نوف وضبية، والصراع هنا والخوف من هذه الامتار الاخيره ما بين نوف وما بين ضبية، الا ان ضبية تهني الناموس وتزف الناموس والتهنئه، نهنيها لمالك ضبية محمد بن ناصر بن دلموك على هذا الفوز. المركز الثاني نوف للسيد نايف بن هزاع الشواني، المركز الثالث جماله للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، المركز الرابع المتحده للسيد زايد بن محمد بن زايد الخيارين، المركز الخامس احترام للسيد صالح بن حمد القمره. هذه هي النتيجه النهائيه مشاهدينا متابعينا الاعزاء، والثانيه موصوله لكل الفائزين، وهي الفائزة في المركز الأول قاطعة مسافة الستة كيلومترات بتوقيت زمني وقدرة 9 دقائق، التوقيت الزمني بطلال 9 دقائق 36 ثانية و11 جزء من الثانية. تهانينا لمالك ضبية محمد بن ناصر بن دلموك، بينما التوقيت الزمني لصاحبة المركز الثاني 9 دقائق و36 ثانية و19 جزء من الثانية. تهانينا لمالك نوف نايف بن هزاع بن تريحي بالشهواني على هذا الفوز، بينما اللي وصلت في المركز الثالث وتوقيتها الزمني قاطعة المسافة بتوقيت زمني وقدرة 9 دقائق 37 ثانية و16 جزء من الثانية. تهانينا لمالك جماله سعيد بن محمد بن زايد الخيارين على هذا الفوز. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هذه الصورة المعادة والجميلة والواضحة أمامكم، والحوار الذي كان يدور ما بين نوف وما بين ضبية، ضبية ونوف قدما الخوف لبعضهم، إلا أن